السمك البلطي هحشيه جمبري بيبي كده جمبري، وهيبقى فيه صينيه كده تحتيه بطاطس وجزر زي صينيه السمك، بس هنعمل اختلافات شويه كده مع الجمبري. هنا البيبي جمبري وكمان الفلفل، معانا كمان شرايح البطاطس، معانا الطماطم، معانا الشبت، معانا الثوم المفروم وبودره الثوم، وكمان عندنا الكاري والكزبره والكمون والبابريكا، دبس الرمان والليمون. وبصوا السمك بقى حلو جدا ازاي، شايفين جميل جدا. هنعمل التتبيله دلوقتي، وانا بس عايزه البس الجلافز عشان اوريكم السمكه متنظفه ازاي ومفتوحه. ممكن احنا نخلي السماك اللي يعمل لنا الموضوع ده، لو صعب علينا هيبقى صعب علينا شويه، فنخليه هو اللي يعمل الموضوع ده. بصوا اهو شايفين انا عاملاها ازاي، فتحاها وشكلها حلو جدا. خلاص اهي شايفين جميله ازاي. تمام. طيب عندنا زيت تتبيله وخل وليمون وملح وفلفل اسود عشان نجهز حاجتنا كده مع ده. خلاص تعالوا بقى بصوا هنعمل ايه. خلي البطاطس كده على جنب ونحط السمكه كده. عندنا ثوم مفروم، اصلا اساس تتبيله السمك الثوم والزيت والشبت والكمون، ده الاساس بتاعنا. اي حاجه تانية هتبقى ايه زياده. خلاص ممكن بس اسيب شويه كده شويه كده. خلاص طيب عندنا كزبره، عندنا كمون، دي هتبقى تتبيله السمك والجمبري ماشي. عندنا بودرة ثوم، بابريكا. خلاص هنبتدي نحط بقى دلوقتي الزيت، الليمون، الخل. البهارات طلعت، اقلبها كده بقى كويس قوي. وابتدي احط حبة من التتبيلة هنا كده واقلب الجمبري مع زيادة عليه. هنا بقى هنحط الكاري الليمون دبس الرمان. يبقى هنا حطينا ايه؟ هنا حطينا الشبت والثوم والزيت ماشي، والكمون والكزبرة والليمون والخل والكاري وملح وفلفل اسود. شايفين التتبيله؟ شايفين اصلا الجمبري شكله حلو جدا ازاي؟ طيب التتبيله بقى بتاعتنا دي اهو. بصوا السمك اولا احنا فاتحينها كده وعاملين ايه؟ فتحتين من هنا. هنبتدي بقى نشتغل فيه. ممكن اجيب ده كده وابتدي اشتغل فيه. اجيب كده السمكية اتبلها كده تتبيله حلوه، ومن جوه واحط في الفتحات. خلاص كده ايه التتبيله. تاني اعملها كده فتحات، احشي السمك الجمبري اهو. الجمبري بصوا توم وشبت وزيت، بودرة توم، ملح وفلفل، كاري، بابريكا،
كمون وكزبره. اهو كده هجيب الجمبري طبعا مغسول كويس جدا ومتنضف من الديل، احطه كده واحطه في التتبيله واشيل الحاجات دي كده. ماشي، هجيب بقى الصينيه اللي هحطها بقى في الفرن، هعمل كده واجيب الزيت احطه، هجيب البطاطس ارصها كده، رشه كزبره، رشه بابريكا، رشه كاري، جزر. خلاص طيب هنحط السمك كده، جمبري، شايفين سمك كده اهو. خلاص اهو. طيب اجيب شويه كده من الفلفل الملون مع حبه طماطم مبشوره ومعلقه دبس رمان. بصوا التفاصيل الصغنونه دي، ونقلب كويس قوي. كده ايه رايكم بقى؟ حلوه جدا جدا جدا، عايزه اقول لكم عايزه تتاكل اصلا من دلوقتي. انا هغطيه بالفويل ادخله الفرن، وان شاء الله بالكتير قوي 20 دقيقه ويكون استوى.